الحقيقي للعيد بيتجسد بفرحة الأطفال يلي بيستقبلوا هاليوم بتياب جديدة وبينتظروا الكزدورة قبل طلوع الضوء. لها سبب أقامت جمعية أفاق للتنمية الاجتماعية مهرجان للأطفال بحديقة حوض الولاية ببيروت، وتضمن ألعاب مسلية وهدايا كتيرة. تنظيم الكامس اليوم من جمعية أفاق التنمية الاجتماعية طبعا الهدف إدخال فرحة على قلوب الأطفال ونعظم شعيرة الله في عيد الأضحى المبارك. هلا نحن خصوصا بالعيد بنحب نفرح قلوب الأطفال، فعاملين نحن كرمس عاملين فيه ألعاب وعاملين مثل أكل وشرب مشان الأولاد الصغار. صراحة ما في جو عيد أبدا، يعني مثل ما عم نشوف الوضع ما بيحمل أصلا إنه يكون في جو عيد، في كله مأزم، بس إنه وجود كرمس مثل هيدا يعني بيرسم الوجه وفرحة وبيبين إنه في عيد. عم نلعبهم وعم نعملهم إنه مثل كرمس عشان يتسلوا، في ألعاب وفي هدايا وفي كافتيريا وفي كل شيء عشان ينبسطوا. نحن بهمنا أكثر شيء إنه نسعد الأطفال يلي ما قادرين يروحوا على مطارح فيها غلا وفيها مصاري، للأطفال خاصة الفقراء والسوريين عنا. رخيص 1000 ليرة تلعب 15 لعبة وكتير منبسط. في جو كرمس نلعب ننبسط بالعيد. هالمهرجان أدخل الفرحة أيضاً على قلوب أطفال اللاجئين السوريين يلي انحرموا من فرحة العيد بسبب الحرب. نحن اجينا من مجمع رامون السكني للاجئين السوريين وجبنا معنا الأطفال هون لحتى نحسسهم بفرحة العيد ونغير لهم الجو عن الواقع اللي هنا عايشين فيه. هلأ نحن كمان عم نحاول نعمل دعم نفسي إلهم، في أطفال طلعة من حرب، في أطفال طلعة من صدمات، في أطفال طلعة منا متعلمة. نحن اليوم اجينا لهون نلعب ونتسلى ونفرح، ونحن مجمع عرمون ونحن لاجئين سوريين. يعني شكرا لكم مني حسسونا بالفرح العيد الأضحى. لما قالوا لنا بدهم يجابونا على الملاهي قمنا فرحنا كثير، لأن كنا بالبناية ما حد يلعبنا هناك، وجينا لهون فرحنا هلا بدنا نلعب ونرسم على وجوهنا وانبسطنا كلياتنا. رح نلعب وننبسط كلياتنا. الفرحة ايضا انرسمت على وجوه الاهل، وخلال المهرجان نسيوا الهموم الاقتصادية وامضوا مع اطفالهم يوم ترفيهي مميز. لأنه بكيفه هون وما في محل تاني ناخذهم عليه لأنه كمان مجانا. وفعلا الولد إذا ما لعب ما حس بالعيد، يعني هو الكبير إذا ما حس هيك أجواء ما بحس إنه في عيد. هي زيارات حلوة أكيد، بس بنفس الوقت الولد ما رح يحس بمعنى العيد إلا باللعب. حلو العيد كتير هون بالكرمات، إنه حلو بينبسطوا الأولاد عادي رواق، يعني إنه منه ما في بهجة عيد، ما في فرحة عيد وينعاد على الجميع. والله إجينا مشان الأولاد مشان نفرحهم.